عبد الله السعيد بالتخصص بقى طبعا، حفظتوا حضراتكم. لا والله ده غير النهارده الاستراتيجيه حلوه. جول جول حلوه 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 محمود تريزيجيه. الدقيقه 14 الهدف الاول للنادي الاهلي. خد مؤمن زكريا لصبري رحيل لمحمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه وخد وهات. حلوه 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 حلوه. هو الجول يقدر يجيب جول. يا خبر ابيض، فتحت يا ابني معاك لعيب كويس وبيعرف. انما الحقيقه التو يعني الخد وهات اتلعبت له حلوه حلوه حلوه. لمؤمن، لغالي، لعبد الظاهر، لباسم علي. سيطره تامه دلوقتي للنادي الاهلي. وادي عبد الله، ومش اوف سايد، مش اوف سايد، مش اوف سايد. والهدف الثالث. يا خبر ابيض، حلوه 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 حلوه. مؤمن زكريا جول جميل في الدقيقه 32. في الدقيقه 32 مؤمن زكريا. قلت لحضراتكم صيد.